الناس جاوا وقطعوا علينا الضو بدون ما تشاوروا معنا، ما قال لنا حتى شي حاجه والو. جاوا كي جاوا من ناضوا مع الصباح قطعوا الضو وزادوا بحالاتهم. خمن نهار خميس وحنا بيتين في الظلام، لا ضو لا حتى شي حاجه، بينا يما يا بارده ما لقيناهاش والو. الناس هما عندهم الضو، هما مسؤول عنده الضو في دارو، حنا ما عندناش. بينا الضو ما طالبين منهم حتى حاجه، ما بغاش يخلص علينا. عندنا كونتور كبير تخلصوا البلديه، ما بغاش يعطينا يما كن تنهار يبو يدير معنا الحل ومرحبا. يعطينا يما كن بروزيزوار احنا نخلصوا، ما طلبناش يخلص علينا، احنا نخلصوا من عندنا. يعطيونا يما كن وما يخليوناش في الظلام. شي واحد اللي جا عندنا وقال لنا راه كاين وكيل، ما قالش لنا شي واحد، ما هضرش معنا شي واحد لا قال لك راه كاين وكيل. جينا هنا من نهار خميس صيفطنا عند القايد، قال لك القايد يعطيكم واحد الورقه باش تديروا. مشينا عند القايد، استقبلنا القايد كل شيء، قال لك القايد يعطيكم هو ورقه. القايد عاطينو بلا ما يعطيناش، هما عاطينو بلا ما يعطيناش. القايد ما سوقر لنا حتى شي حاجه، مشينا ما سوقرش لنا القايد شي حاجه. قال لك جينا هنا البارح ضالين من الصباح، من 8 الصباح اللي تقال العشاء الله اكبر، وهنا ولا شاو فينا واحد ولا جاوبنا واحد، ما جاوبناش. وخلينا حنا بالظلام من نهار خميس. الدوار فيه 108، دابا راه مقسوم على ثلاثه الدواور، راه 108 كاينه تحت الساعديين بين الديور. عاد الساكن يخلي اللي ساكن مع ولادو، اللي ساكن كاينين عائلات ساكنين، راه قيامه بنادم تبارك الله. وخلاوناه كانيه 50، ويجيو يديروا معنا يقولوا البارح خلاوناه كابيتين بالجوع، ضالين بالعيالات بالجوع والسكر وكل شيء. عباد الله داك اللي عندها مفتاحها تحت لانسونين وديرها في الثلاجه فين بغات ديرها، مشات بقى بضربها راه مشات. كل اللي طيح بالسكر راه ماشي حال هادي، لا اله الا الله، راه لا اله الا الله. الملك عاطي سيدنا عاطي الضو في الجبال، وحنا في قاع المدينه والديور دايرين بك، وجاو قطعوا عليك الضو. وكانت عندنا مكان عطيانينا يعني البلديه بروزيزوار تتخلصهم هما لي كونتور، العدا كونتور تتخلصوا البلديه. دابا جاو قطعوا هذاك الكونتور وسدوا داروا القفل ديالهم. مشينا عند دار الضو، دار الضو قالت لك انا يخلصوني ونطلقوا لكم الضو. مشينا عند القايد، القايد قال لك يعطيني هذا ورقه ونعطيكم انا شواهد الربط. هذا مصيفطينه لي هنا من البلديه، قال لي بلا ما شواهد الربط ما يتعطاوش. يعطيني يما كان بروزيزوار تيبغيو يحولونا وحنا معاهم. حنا كنطالبوا باش يجيو عندنا يردوا لنا الضو، وجاو ودفعوا علينا، ما قالوا لنا السبب، ما قالوا لنا شنو بينا نديروا. الحقوق ديالنا كنمشوا اي بلاصه طرقناها باش ناخذوا شي وثيقه، كيقولنا انتم ماشي محسوبين. الله يجازيك بخير، حنا بنا مسؤولين باش يجيو عندنا، باش حنا الا ما مكتهورينش في الدوار ولا ما محسوبينش يحيدونا ولا يديروا معنا حسابنا. المهم الكهرباء بينا، الله يجازيكم بخير. اللي كيتسنى شي حاجه يجي عندنا ويهضروا معنا. ربع ايام هادو ولا خمس ايام وحنا كنقصوا في الشمس، حتى واحد ما كيجي معنا، حتى مشى لنا الصوت، حتى جاونا الحلاق من نهار الخميس، وحنا هنا البارح حتى العشرة ديال الليل وحنا هنا تحت ما هضر معنا، حتى سدوا علينا الباب وخرجونا. اليوم الصباح وكذلك جينا عاوتاني، بغينا نطالبوا بحقنا، الله يجازيكم بخير، باش ترجعوا لنا الضو. وولادنا عندهم الامتحانات، عندهم الكاتريام وما عندهمش باش يقراوا. الشمع ما لقيناش، دار لنا 15 درهم ما لقيناش في الحانوت، الماء ما لقيناش باش نشربوا، الناس اللي مريضين بالسكر ما لقيناش فين ندير لهم الانسولين. الله يجازيكم بخير، حنا كنطالبوا بحقنا، ما كنطالبوا بحتى حاجه. اي باب طرقناه كيقولنا ما عندكم حق، اذا ما عندناش حق يجوا عندنا يعطيونا حقوقنا ونخرجوا. حنا ما كنا نمتى مشكل، يجيبوا لنا الماكينات نخلصوهم، يجيبوا لنا الكونتورات نخلصوهم، اي حاجه عندنا محسوبه علينا نخلصوها، ولكن ما يحقروناش. الله يجازيكم بخير. حنا جينا في واحد المنطقه اللي هي منطقه وسط الفيلات، ناس عايشه رفاهيه وحنا عايشين يعني الفقر المدقيع. المهم جاونا فجاه لقينا قطعوا علينا الكهرباء، مما يتسبب عليه اتلاف بعض الاليات الكهربائيه بحال الثلاجه بحال كذا. من بعد مشينا ما خليناش فين، دقينا جميع الابواب وكل واحد كيرمي لنا الواحد، ما عرفناش مع من غنهضروا. ودوك المسؤولين والمرشحين اللي كانوا كيجيو وغبروا علينا، وبقينا حنا من نهار الخميس وحنا هنايا عيالات ورجال، ومعنا ناس اللي مع العلم ان الناس تما ساكنين اكثر من 50 سنه. المطالب ديالنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، هاد الناس هادو كانوا عاطينا واحد العداد جماعي، حنا بغينا يديروا معنا شي حل، وما بغيناش شي جماعه ولا شي رئيس اللي يخلص علينا، فهمتيني؟ حنا بغينا نعيشوا بكرامه وناخذوا العداد اللي هو من حقنا ونخلصوا على داكشي اللي استهلكنا، ما كنطلبوش شي حاجه، حنا ما بغينا حتى شي واحد يخلص علينا ولا يصدق علينا، يعني هذه ابسط الحقوق كنطلبوها. ما طلبنا شي حاجه، ما طلبنا لا مازوط ولا دقيق ولا خبز، بغينا الضو باش نضوي وباش يقراوا الوليدات. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.